السلام عليكم. كما وعدناكم اليوم نروحوا للملعب عنابة ونتكلموا على الأشغال تاع الملحقات حول الملعب، واللي يعني الأشغال هذه تنقسم إلى جزئين. كان الجزء تاع لابارتي في بي، جزء الفي بي هذا راه قريب يكتمل، وبقينا غير في المناطق يعني بقات الأشغال تاع يعني لي روتوش، لي دنيا روتوش، وكذلك أشغال تاع التجهيزات. وبقى أما الجزء الثاني واللي يتعلق بملحقات جايين من جهة المقابلة من جهة أخرى تاع الملعب، فالأشغال بها مازال مستمرة، وممكن تكون تركت لما بعد المنافسة تاع الشان. إذن هذه هي الأشغال، وهذا هو حال الأشغال في نهاية الأسبوع هذا، يعني عندها يومين الصور هذه. وأترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.